عائله الاهلي زي ما قلنا قبل كده في برنامجنا، عائله الاهلي هي دي العيله، كل انواع الاسره، انواع الاسره كلها هي دي العيله. لكن اساسها ايه؟ اساسها نشوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا. منى مجدي، عضو في النادي الاهلي وبشتغل محاسبه. عضو في النادي تقريبا من حوالي 30 سنه. النادي يعتبر بيتي التاني، يعني على طول في النادي، كنا من واحنا صغيرين انا واختي وبابا وماما، يعني كلنا على طول متواجدين في النادي، يعني وبعتبره بيتي التاني. ارتباطي بالنادي جاي من حب الكوره الصراحه. طلعت لقيت ان البيت عندي اهلاوي، لقيت والدتي اهلاويه عشان جدي كان اهلاوي، فلقيت البيت كله عندي اهلاوي. فلما جت لنا فرصه ان احنا نبقى مشتركين بالنادي الاهلي، طبعا قلنا يلا يا ريت، احنا اهلاويه اساسا، فلا يعني حب الاهلي جاي من الكوره الاساس. النادي بيتي التاني، الاهلي بيمثل لي كل حاجه يعني صح، يعني انا شايفاه ان يعني بيمثل لي كل حاجه صح، هو النادي الاهلي كمبادئ، كقيم، كنظام، السيستم ماشي على الكل، على الكبير والصغير، كل واحد. قدوتي في النادي هو كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم كان فعلا قدوة في الإدارة، في الشخصية، كاريزما، وحبه للنادي بيعلمنا كلنا يعني. سيداتي سادتي، this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. شاركت في أعمال تطوعية في النادي، في تنظيم بطولات أفريقيا لما كان في بطولات أفريقيا السنة اللي فاتت، حوالي 6 بطولات، الفولي والهاند فولي بنات وولاد والهاند بول، والسنة دي فولي بنات. شاركت في تنظيمها، شاركت في تنظيم اللائحة في الجامعه العموميه لاعتماد اللائحه، يعني كنت بحاول كل ما يبقى فيه فرصه ان مشاركه شباب اشارك في كل حاجه يعني بيتاح للشباب انه يشارك فيها. مشاركه الشباب جوه النادي بصراحه دي كانت حاجه حلوه جدا، كان حريص عليها كابتن محمود الخطيب ان يبقى كل ايفنت معمول في النادي اللي بينظمه او اللي بيشارك فيه هم شباب من جوه النادي اعضاء، يعني كان بيحاول يخلي ان الشباب يرجع تاني النادي. فين دور الشباب في النادي الاهلي النهارده؟ زي ما قلنا برده في برنامجنا هنا، 50% من كل لجنه شباب، سواء بنات او صبيان للمستقبل. ومش بس الشباب، قلنا كمان فين دور المرأة؟ دور المرأة احنا قلنا عايزين نعظم دور المرأة. في 20% من دور من المرأة في كل لجنة من اللجان. ده اللي احنا قلناه في برنامجنا، وده اللي احنا بنبتدي نحققه. اللي كل اللي بتكلم عليه ده جوه البرنامج الحمد لله رب العالمين اتحقق، ولسه هتشوفوا هيتحقق ازاي دلوقتي تاني. عيلة الأهلي، كان كابتن محمود الخطيب في برنامجه الانتخابي كان حريص جدا على ان يبقى في إطار، هو كان اسم برنامج عائلة الأهلي. برنامج عائلة الأهلي ده عبارة عن يعني كمجلس إدارة وأعضاء وجمهور، يعني كله يبقى متكاتف مع بعضه، إن يعني لا هو النادي أعضاء بس ولا جمهور بس، كله مع بعضه بيساعد لرفعة النادي، وإنه دايما يبقى رقم واحد في مصر وفي العالم إن شاء الله. يعني عائلة الأهلي زي ما قلنا قبل كده في برنامجنا، عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، انواع الاسره كلها هي دي العيله. لكن اساسها ايه؟ اساسها نشوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا. السلوجن اللي كان في برنامج عيله الاهلي اتطبق على ارض الواقع دلوقتي، بقينا نشوف الشباب كله رجع تاني النادي، بقى حريص ان هو يشارك في كل ايفنت معمول في النادي. التجمع كل يعني بقى لنا سنتين بنتجمع، يعني مثلا في فطار رمضان بنتجمع الشباب، كل الشباب بيتجمعوا، وكمان مجلس الاداره اوقات بيبقى موجود، والكابتن الخطيب بيبقى حريص انه دايما يحضر اليوم ده، وبنتجمع اللي بنتجمع فيه كلنا عشان يوجه رساله ان الشباب هم فعلا مستقبل النادي،
فبيبقى حريص انه دايما يبقى موجود ويشارك في افطار رمضان مثلا معانا اللي احنا بننظمه. كلمة لعيلة الأهلي أنا أحب أقول إن يا رب نفضل مترابطين وموجودين دايما في النادي، لأن إحنا عملنا حالة حلوة في النادي، يعني وجود الشباب في النادي على طول، إن بدل ما كنا بنخرج بره كان رجعنا تاني إن إحنا نخرج في النادي زي زمان زي ما كنا صغيرين، فلا إحنا عايزين نفضل موجودين في النادي ونفضل مترابطين عشان يعني نحاول نساعد النادي أكتر وأكتر. اسمي كنزي خالد، عمري 19 سنة، طالبة أولى جامعة. طبعا أنا بابا وماما بيجيبوني من وأنا صغيرة جدا، يعني تقريبا أنا كنت بقعد في النادي أكتر ما بقعد في بيتي. طبعا اتمرنت باسكت 6 سنين، فطبعا ده خلى ليا صحاب كتير جدا هنا، فباجي من وأنا صغيرة. ارتبطت من النادي أكتر آخر سنتين، شاركت في بطولات أفريقية 4 أو 5، السنة دي 1. بقى ليا أصدقاء كتير جدا مختلف الأعمار، الناس هنا بقت تعرفنا في النادي أكتر، الوشوش مش غريبة عليهم، بقينا بنتعامل مع بعض اللي هو مفيش ناس غريبة في النادي، بنضحك في وش بعض عادي جدا، بنسلم على بعض اللي هو شفتك قبل كده مش شفتك قبل كده. احنا متطوعين للنادي، بنعمل كده حبا للنادي، عايزين منظر النادي يكون كويس جدا. ارتباطي بالنادي جايه من العيله لان العضويه مورثه، فطبعا بابا كان بيحبني جدا، بابا كان بيلعب برضو كوره هنا، فكنت باجي معاه وكنت بقعد اتفرج عليه، فحبيت النادي لان كنت باجي اذاكر هنا، باجي العب هنا، حياتي كلها كانت هنا، كنت بقعد في البيت كتير. لما شاركت في البطولات الافريقيه انا كنت منظمه فيها، بجد ادتني اكسبيرينس كتير في حاجات، مثلا ان انا كنت اذاعه داخليه في بطوله الهاندبول والفولي، دي ادتني اكسبيرينس حلوه جدا، حاجه جديده ما جربتهاش، حاجه ممتعه، وبجد بتعامل مع ناس غريبه من دول مختلفه، بيبقى في روح حلوه جدا في العمل، ان هو واحده انا مثلا صغيره فدخلت في مجال كويس جدا من صغري، فاللي هو هيحببني ان انا مثلا لما اكبر استمر على النهج ده. انا اصحابي جداد تقريبا بقوا عيلتي الثانيه، اللي هو بجد مش مجرد صحاب، لا اخوات، دايما موجودين، اللي هو لو في حد محتاج حاجه لا دايما موجودين بجد، مش علاقتنا برضو بالنادي لا برضو بره النادي، دايما اللي هو مش بيحسسك ان ناس غريبه، لا انت عارفهم من زمان، مش مجرد ان انا عرفتهم طول مثلا من سنه ولا سنتين، لا علاقتنا كويسه جدا بجد، وفي مختلف الاعمار، يعني من اصغر حد لحد اكبر حد، مفيش حد بيحسس بفرق السن نهائي. للخطيب وهيشوط، يا سلام رايد محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب جمعوا بين ان هم مشهورين بلعب الكوره ومتميزين فيه، بين ان هم متميزين اداريا، ان بس مش الاعضاء هي اللي بتحبهم، لا جماهير النادي الاهلي كلها بتحبهم، بتاخدهم كمثل اعلى مش كقدوه في الكوره، لا مثلا في حياته مثلا ككابتن صالح سليم، لا ده اب ليهم، بيتعلموا من شخصيته، مش حوار اداريا اخلاقيا. ان الكلام اللي انا بقوله لو لقيته معقول نفذه، لو لقيته مش معقول ما تنفذوش، انما لو لقيت كلامي معقول انا عاوز مصلحتك انت، انا مش عايز مصلحتك انت كفرد، انا عايز مصلحه النادي، انا بقول لك علشان مصلحه النادي. عيلة الأهلي دي عيلتي التانية، بجد أتمنى إن احنا نفضل كده دايما، إن احنا نمشي ورا مصلحة النادي، محدش فينا يبعد، بجد العيلة دي لما تكبر هتكون أحسن، وده يبقى في مصلحة النادي أكتر، يعني بنساعد بعض، بنشوف مصلحة النادي فين وبنمشي وراها، مفيش حد بيمشي ورا مصلحة نفسه أو بيبص لنفسه، لا بالعكس بيهمنا منظرنا قدام الناس ومنظر النادي ده أولا. أنا بحبكم جداً،
يا رب العيلة دي تفضل دايما مهما مر الوقت وانها تكبر، يعني ان هم احسن عيلة بجد. مروة حسني عضوة في النادي، العضوية الفعلية من 2001، لكن ارتباطي بالنادي من وانا لسه طفلة صغيرة جدا جدا، لان انا وعيت لقيت عيلتي محبة جدا للنادي، بتحضر تقريبا كل ماتشات الاهلي في الاستاد. يمكن ما انساش ولو ان كان عمري وقتها صغير قوي، كان عمري 3 سنين، ماتش الاهلي ودايموندز هراري سنه 83 في دور ال 16، كان وقتها غالبا الاهلي كسب 4-1. العبها بالعرض، الخطيب بقى كده، الجول الثالث، الجول الثالث يا ولد يا خطيب يا لعيب يا لعيب. طبعا العيله كلها طبعا فرحه لا توصف بالماتش. فجاه لقوني ان انا قاعده بعيط. طب انت بتعيطي ليه؟ في ايه؟ عايزه انزل العب مع بيبو واجيب معاه جوان. بالنسبه لطفله كان عمرها 3 سنين هي حبها وانتمائها للنادي بالمنظر ده، يوضح قد ايه عيلتي زرعت فينا حب الاهلي بشكل كبير جدا. ارتباطي بالنادي يعني هي العضويه بدات متاخر شويه، مش من زمان 2001، بس من وقتها واحنا يعني تقريبا هو ده بيتنا التاني، يعني ما بنبقاش حاسين ان احنا رايحين مكان غريب عننا، متواجدين فيه بشكل مستمر دائم. يمكن كل حفلات العيد ميلاد، كل اي مناسبه يعني خاصه بينا بتكون بنحب ان احنا نكون متواجدين هنا في النادي، ما بنحسش ان احنا في مكان غريب عننا، يعني ده مكاننا وبيتنا التاني. يمكن تواجد الشباب في الفترة الأخيرة ابتدى يرجع كتير وبنسبة كبيرة جدا عن الأول، لأنهم بقوا عضو فعال في إيفنتات كتيرة بالنسبة للنادي، هم اللي بقوا بيشاركوا في حاجات كتير خاصة بالنادي، في تفاصيل النادي بقوا ليهم مشاركة وليهم تواجد كبير قوي، غير يمكن الأول كانت المشاركة محدودة، إنما دلوقتي لا، يعني الموضوع بقى يعني أخذ انتشار أكتر، والشباب بقوا هم اللي بيشكلوا قرارات النادي، الحاجات المهمة اللي فيه بقى في مشاركة ليهم هم كمان، قادرين إن هم يبقى ليهم صوت فيها. لا، عندنا كوادر يطمنوا عليها ان شاء الله في المستقبل باذن الله. فده النهارده النادي الاهلي لما ينظم حدث كبير على مستوى مصري باسم البطوله الافريقيه، ده النادي الاهلي. انا شاركت في ايفنت التصويت على اللائحه 28/9 اللي فات، ده كان يعني حاجه مهمه ودور مهم جدا، اقل حاجه ان انا اقدر ان انا اكون متواجده في مشاركه زي دي للنادي الاهلي. عيلة الأهلي هي عيلتي التانية، كل النادي عيلة، مفيش حد منشق عن التاني، كلنا تقريبا عارفين بعض، كلنا لما بيكون في إيفنت أو حدث بالنسبة للنادي بنشارك فيه، كلنا محبين جدا للنادي، كلنا قلبنا على النادي وخايفين عليه، بنفرح جدا بأي حاجة تفرحه، بنبقى معاه على الحلوة والمرة في أي حاجة ممكن يعني تضايقنا في مرة أو حاجة. هي دي عيلة الأهلي. الأهلي عبارة عن عيلة كبيرة محبة للنادي الأهلي. قدوتي كابتن محمود الخطيب، مش عشان هو رئيس النادي حاليا، لا، ده من زمان وهو قدوتي ومثلي الأعلى في حياتي عموما بشكل عام. عيلة الأهلي يعني أحب إن أنا أوجه لهم كلمة إن إحنا يا رب دايما نفضل كده محبين لبعض ومحبين لكيان عظيم اسمه النادي الأهلي، ومفيش اي حاجه تفرقنا ابدا عن بعض او تخلينا ان احنا ما نبقاش مترابطين زي ما احنا دلوقتي.